دور الوساطة الذي اطلعت به المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية في نجاح عملية الفترة الانتقالية في تشاد عبر مسهل العملية الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشالومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يمر دون رد الجميل لبعض الشخصيات التي بذلت جهودا ساهمت في المصالحة وعودة النظام الدستوري إلى البلاد. وبعد التكريم الذي حظي به مسهل المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشالومبو في يونيون الماضي من قبل رئيس الجمهورية، فقد قلد اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو السيد ديدي مازينغا موكانزو وزير التكامل الإقليمي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والسيد جيلبرتو بيداد فاريسيمو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية، بالإضافة إلى السيد بانزا نغوي كاتوموي سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بوسام ضابط النظام الوطني التشادي. وقد أشاد رئيس الجمهورية بدور هذه الشخصيات ومساهمتهم في المفاوضات التي أفضت إلى المصالحة واستقرار تشاد. السيد ديدي مازينغا موكانزو وزير التكامل الإقليمي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عرب عن سعادته بالقول: أود هنا أولا وقبل كل شيء أن أتقدم بالشكر المستحق لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو الذي اعترف بنبل وساطة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشالومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيدا بصمود الشعب التشادي ومواجهته لتحديات الفترة الانتقالية. وأكد أن الرؤية المستنيرة والدبلوماسية النشطة لقادة المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية تعمل من أجل حلحلة القضايا الأفريقية. بدوره رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية جيلبرتو دا بياداد فيريسيمو أثنى على التحول الكبير الذي شهدته تشاد في الفترة الماضية، حيث أشاد بجدارة رئيس الجمهورية الذي ساعدهم كثيرا بأفكاره في تنفيذ استراتيجيات المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية، مؤكدا وقوف المجموعة إلى جانب تشاد خاصة منذ 2021 عقب الرحيل المفاجئ للمشير إدريس ديبي إتنو، وستظل المجموعة إلى جانب تشاد حتى تنهي الاستحقاقات القادمة.